ألو صباح الخير. تعالي صباح الخير دنيا. صباح النور لمليكة. لاباس عليك. لاباس الله يبارك فيك. تحية ليك ولطاقم والمستمعين. وتحياتنا لك أيضا. صديقات ديالي كامل كنحييهم في الصباح. وتحياتنا لك أيضا مرحبا بلا لاباس. اليوم غادي نعطيك اللحم ديال الراس. اللي كنصبو مع تقلية. شي كيقول تقلية شي كيقول كرشة. لحم الراس تقلية. كنخلط معاهم. فهاد الطبق كيدار بزاف في المناسبات إلا كان شي عرس نيتي الله دوزناه. كيديروا الناس المولين الدار كيكونوا وباش نقول للسيدات بان الا كان ديال المناسبات ما كدارش فيه مطيشه الا السيده بحال دابا عيد كبير بغات ديرو راه كدير فيه مطيشه كيجي مضامر المهم انا غنعطي المكونات اللي فيه كناخذوا اللحم ديال الراس ديالنا كنقطعو صغير كناخذوا الكرشه كنقطعو حتى هي صغير والريه ما كدارش فيه الشحمه حيت اللحم راه شويه مجهد المهم كنديرو في الكوكو ديالنا مقطع والكرشه والريه كناخذ واحد الزلافه كنديروا فيها شويه ديال الماء كنديروا ليه الملحه والزهر سكنجبير وخرقوم عود التي كنزرب اها كناخذ الزلافه كندير فيها الماء كنديروا ليها شويه ديال الملحه والزهر سكنجبير وخرقوم عود شويه الكمون يا الماء الملحه البزار الخرقوم القرفة عود قلتي؟ لا قرفة ما فيهش ما فيهش لا ما فيهش كمون كمون كنخلطوا هاد المكونات في هذاك الماء وكنخويو مباشرة على داك اللحم الراس مع التقلية كنحركوه مزيان كنخليوه كنوجدوا شوية ديال الريح كنزهروا من النص وكنشكوه الثومة محكوكة وكنديروا الزيت وكنزيدوا عليهم نخليوه يشربوا شوية العطرية ونوجدوا بصلة ما كنقليوش كنديروا بصلة كنشلدوا رقيقة كنزيدوها ليه كنزيدو شويه ما نقليوهاش ياك ما نقليوهاش لا ما كنقليوهاش اها ومن بعد شنو نزيدو قلتي كنزيدو البصله البصله كنشلوها ونزيدوها ليه وكناخذ واحد شويه ديال الماء طيب ما نكثروش الماء التقليه كتطلق لينا الماء هي والحم الراس الى تمام كيطلقوا لينا الماء كنشعلوا العافيه على المال كنزيدو شويه ديال الماء طيب وكنسدو الكوكوط ديالنا كنخليوه طيب كنحسبو حتى كطيب كنديروا مطيشه محكوكه ونسدو الكوكوط يعني العافيه مهيله باش ما خلينا مهيله هي كتطلق لينا الماء هي اللي يلا غنسولك واش ديك الكميه ديال الماء كافيه اها ونزيدوا شويه ديال الماء طيب كنسدو الكوكوط ديالنا ونخليوها طيب على الماء طيب على الماء وهي كتطلق الماء هذه هي الماء ديالها المهم ملي كنخليوها طيب كنحسو بها طابت كنوجدوا مطيشه محكوكه في واحد الاناء وكنزيدوا لها شويه الزيت البلديه لهذيك المطيشه كنزيدو لها شويه زيت البلديه صافي كنحلو الكوكوط ديالنا كنلقاو تقليه طابت كنخويو هذيك المطيشه ديالنا ونزيدو الزيتون ونصير واللي بغا نزيودات كيزيدهم في الفله الحاره مع التقليه ونرد نسدو ثاني الكوكوط حتى كطيب لينا كتبقى لينا غير الضغميره ديالها وكنقدموها بالصحه والراحه ونسدو الكوكوط ونقدموها بالصحه والراحه تبارك الله رائعه ديال لحم الراس مع التقليه وكنتمنى المستمعات يجربوها في العيد الكبير ان شاء الله نعم شكرا ليك صباحكم مبروك وصباحكم مبروك ايضا